أحلى 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 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة ريفا دي غاردا على شمال بحيرة غاردا، وهذا السيتي سنتر. الحمد لله توقعت أن هني بيكون فيه ثلوج لكن ما في ثلوج، برودة واحد يوصل واحد واثنين لكن ما في ثلوج. بنطلع على البحر بعد شوية، على البحيرة. هذا السيتي سنتر، شارع التسوق. نواصل تصويرنا يا اخوان. الملف مال ملف بيتزا، مدينة بيتزا، وملف مانارولا حذفتم ورديت نزلتم مرة ثانية. فعلا كان في خطأ في أشياء في الصوت، وأنا أرفع الملفات في خطأ كان في الصوت، مش مني هذا بصراحة، يعني خطأ تقني مش مني أنا، لكني حذفته وشيكت عليه وكان الصوت الحين أوكي. أنا سمعت أوكي الصوت بعد ما نزلت الملفات مرة ثانية، بعد ما رفعتهم على اليوتيوب. شوفوا العام جيت تمثل هالوقت، وكان يوم الأحد. أيوة زين اللي تذكرت يا إخوان، يوم الأحد لا تيون هالمكان، المدينة هاي إذا حد بيها المدينة زحمة، العالم كله فيها. فمن من كثر الزحمة اللي فيها اضطريت إني أطلع منه وأروح، ما صورت ولا شيء. سبحان الله، الله كتب لي السنة هاي. طبعا إحنا اليوم 28/12/2015. هذه كنيسة المدينة، والاتجاه إلى البحيرة. هاي السكة الثانية. شارع التسوق يتفرع الى هذا الشارع، ورايحين شوف ما دام الارض تنزل انت رايح يا ناحيه النهر يا ناحيه البحيره. فطبعا هني في بحيره ما في نهر. نواصل تصويرنا، فندق جراند، بدور حج في هذا. ما زلنا في دي غاردا. نواصل هذه اللقطات الجميلة. أبغيكم تعيشون معي اللحظة. نواصل، ما زلنا في مدينة ديريفا، غاردا ديريفا. حصلت في أوتيل يوروب فيو ب118 يورو مع الإفطار. نواصل تصويرنا. وحبيت أوصل سلام إلى هاولي تفانا، حسن الشريف،
سوس بكو صالح الدليم الريم فيصل محمد عليلي من الجزائر كذلك إسماعيل من الجزائر محمد يسري عبد الله تحياتي للجميع بن أسمان سامر الراقي علي الشمري تركي القايدي أحلى الناس أحمد العمراني من خليل شاكر من المغرب حياك الله يا خليل أنوار الميالي قيس باكر ماجد إبراهيم أبو نمر حياكم الله جميعا. هذه بعض اللقطات عن مدينة ريفا دي غاردا التقاطه من زاوية ثانية. ما زلنا في مدينة ريفا دي غاردا التقاطة ثانية وفي هني القوارب تقدر تزور أي مدينة على بحيرة غاردا عن طريق القارب. من البلكونة ومع هذا الفيو من فندق يوروب هذا لقيت الفندق يعني هذا الأصفر ما لقيت فيه وهذه الغرفة من الداخل. قوانق فارون في بحيرة دي غاردا إيطاليا. غابة ثانية خوانق فارون في مدينة دي غاردا. هذه آخر بحيرة دي غاردا شمال بحيرة دي غاردا لكن الظاهر أنها ما تربش. التشكيلات الصخرية الصراحة عجيبة ما يندر عدا. وهذا جسر الحب في مدينة ريفا دي غاردا وهذه المناظر الصباحية الجميلة اللي ترد الروح. التقاطة صباحية للمدينة يا زين الهدوء والصباح. صباح في فندق يوروب الفطار الصباح في فندق يوروب. تقاطع ليلية
فندق يورب، هذه الغرفة المطلة على البحر، هذه ب127 يورو مع الإفطار، والباركينج ب10 يورو للسيارة. هذه ميزتها أن فيها بلكونة، الدور هذا فيه بلكونات، الدور الثاني فقط، وهذا الفيو اللي يشرح النفس. لو فيك ضيج يروح الضيج، لو فيك تعب يروح التعب، لو كنت حتى تبغي مساج يروح له. شوف شاهد علي.